علي، ماذا ينتظر متظاهرو ساحة التحرير في بغداد العاصمة بعد أن تم تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة؟ نعم، بعد تحديد 6 من حزيران من العام المقبل موعدا لبدء الانتخابات المبكرة في العراق، يبدو أن ساحات الاحتجاج في العراق راضية عن هذا الموضوع، خاصة وأن هذه الانتخابات تأتي تحت إشراف مراقبين دوليين، وأنها تأتي أيضا في إطار الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين في جميع ساحات الاحتجاج. أما عن مطالب ساحات الاحتجاج بالنسبة للانتخابات المقبلة، سنتحدث مع المتظاهرين المتواجدين هنا داخل الساحة. السلام عليكم، حدثنا بصورة سريعة، ما هي مطالبكم بالنسبة للانتخابات المقبلة؟ طبعا أكثر من 10 أشهر على المظاهرات كانت أحد المطالب هو تقويم العمل العملية الانتخابية من أجل أن تكون عملية شفافة، والقرار المادة 15 بقانون الانتخابات قرر التعديلات، والنظام اللي هو النظام الدائرة الصغيرة والقرى ومعها يعني المحافظة تتقسم إلى دوائر انتخابية. هذا القرار هو جيد جدا، ولكن هناك أمور فنية نحن نعتقد بأن هي سوف تكون يعني تعيق العملية الانتخابية الشفافة، لأن أول شيء احنا نطالب أن تكون هناك حصر السلاح، طالب أن يكون هناك قانون للأحزاب. نعم، الانتخابات يعني هذا موضوع الانتخابات. نعم، تجي خلال الفترة القادمة، هل ستشاركون أنتم بكتل سياسية ممكن تكون من داخل ساحات الاحتجاج؟ احنا إذا نتكلم على قانون الانتخابات والمشاركة، يجب أن تكون هناك القانون متكامل. نحن إذا رأينا هناك قانون متكافئ، يعني تكون هناك شخصيات حقيقية من وسط التحرير أو من رحم الاحتجاجات، فهذا عملية يعني ممتازة وليس لدينا أي مانع، ولكن يجب أن تكون هناك نية صادقة بإجراء عملية انتخابية شفافة حقيقية. شكرا جزيلا. أيضا انضم معنا أحد الناشطين من التحرير، حدثنا خلال الفترة القادمة، خلال الانتخابات القادمة، ما سيكون مصير متظاهري التحرير؟ بداية الخطوات التي تستعملون عليها. نعم، بداية إذا قامت الحكومة الحالية بتعديل قانون مفوضية الانتخابات تعديل شامل، ما اليوم احنا عندنا قضاة في كل محافظة، يوجد قضاة غير متحزبين لديهم الإخلاص والكفاءة أن يديرون عملية مفوضية الانتخابات، كما عملية العدو الفرز، بدل أن يكون معلم نجيب مدراء مدارس، والمدراء يقومون بعملية العدو الفرز بصورة سليمة بعيدة عن التزوير، بعيدة عن التلاعب. هذه كلها ما تؤهل عملية انتخابات سليمة في العراق. أما المتظاهرون، لدينا كفاءات، لدينا ناس تعرف اليوم المتظاهرون كافة الكفاءات، يعني مهندسين. نعم، قادمة بكتلة من التحرير. نعم، إذا كانت الاحتجاج نعم إذا كانت مفوضية الانتخابات تعديل شامل إلها وعملية متكاملة، سوف يتم ترشيح شخصيات من داخل. مترضين على موضوع مفوضية الانتخابات الحالية؟ نعم، تعرفون قانون مفوضية الانتخابات لحد الآن لم يعلن عنه، هناك فقرات لم يتم إيجازها بصورة صحيحة، هذا ما يتم إيجازه بصورة صحيحة بصورة متكاملة. لذلك احنا لدينا تعرف شخصيات كفاءات، لدينا مهندسين. نعم، ولدينا معلمين ولدينا دكاترة ولدينا مهندسين كافة. نعم، الاختصاصات. صارت واضحة. نعم، شكرا جزيلا. نعم، إذن المتظاهرين هنا ينتظرون تعديل على قانون الانتخابات. نعم، القادم، وأيضا يشاهدون أنه هناك تحدي آخر للكاظمي، ينتظرون منه أن يتم. نعم، التعديل حسب ما يريدونهم. نعم، وصلت الفكرة مراسلنا في ساحة التحرير علي عبد الكريم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، كذلك لضيفيك.